هل أنت مستعد لعام 2024؟ عايز يكون عام مختلف؟ عاوز يكون عام الإنجازات؟ هقول لك ثلاث حاجات امشي وراهم وعد العام الجديد في نفس الوقت السنة الجاية هتبقى إنسان آخر. أنا كريم علي، استعد لكثير من التغيير، يلا بينا. العام الجديد لو انت عاوزه مختلف لازم تعمل حاجات مختلفة تماما. حاول تسكت وتصمت وتسمع انت روحك رايحة فين. دول لو مش بياخدوك لقدام اقطع العلاقة وفضل مكان عشان ييجوا ناس اكتر قيمة. اهلا بيكم. العام الجديد لو انت عاوزه مختلف لازم تعمل حاجات مختلفه تماما. في حاجات كتير قوي تتعمل، ولكن ركز على تلك الثلاث امور. اول حاجه، انت ربنا خلقك بدليل، الدليل جواك، كل ما تريد ان تسمعه وكل ما تريد ان تعرفه جواك، روحك. احنا لا نستمع للروح، احنا بنستمع للشهوات، احنا بنستمع للناس اللي بره، احنا بنستمع للظروف، بنستمع للاصدقاء، بنستمع للمحفزين، بنستمع لاي حاجه الا الروح. يعني ايه كلام الروح؟ يعني لما تصمت كتير وتقعد مع نفسك في ساعات صمت حقيقية، لو صليت بخشوع، لو بعدت عن التفكير في الناس والتفكير في المقارنات والتفكير في اللي حصل امبارح والتفكير في اللي هيحصل بكرة، هتسمع صوتك الداخلي. كل الناس اللي نجحت عندهم الأجانب بيسموه intuition أو حدث، احنا بنقول هو حديث الروح. سمعت كلمة حديث الروح قبل كده؟ كتير. نفذتها؟ لا. حاول تسكت وتصمت وتسمع انت روحك رايحة فين. لو انت مختفي السعادة في حياتك، دي رسالة ان الروح مش مرتاح. السعادة عمل الروح، المتعة عمل الجسد، اكل وشرب وكسل ونجاح وفلوس وبنين وعربيات، كل دي متعة جسد. انما السعادة الحقيقية لو انت حد دعالك، لو ساعدت حد، لو عملت قيمة، لو ارضيت ربك اللي بتحسه، دي رسالة روح، دي رسالة السعادة. لو سمعتها اللي وراها على طول رسائل الروح اللي هتاخدك للطريق الصح. النقطة التانية، كل ما لم تخطط له لن يحدث. مفيش صدف في الحياة. لو أنا سبتك في صحراء وقلت لك روح للواح اللي في الصحراء، ممكن تموت ويعني عيلتك كلها تموت ولسه ما وصلتش للواح، لأن أنت ما عندكش خريطة. أنت داخل 2024 إيه خريطتك؟ إيه الخريطة اللي أنت كاتبها؟ ايه الاهداف المحطوطه اللي انت بتسعى اليها؟ ايه اللي انت شايفه كمان سنه؟ شايف ان انا بخير حضرتك، وشايف ان انا غني وقاعد في اليخت بتاعي بدخن السيجار وبربي الكلب الكبير. مفيش كلام ده، مفيش كلام ده. الكلام ده لازم يتخطط. ورقه وقلم واكتب 1 2 3 4 وحطهم على الحيط. دي اهدافك اللي بتكتبه بيتحول لقوانين. كتب عليكم الصيام مش فرض، كتب عليكم القتال مش فرض. الكتابة هي أعظم قوانين الكون، هو الفرض الأعظم. أنت لما تكتب ده يبقى فرض عليك إنك هتعمله، إنك تتفتح الأبواب ليك. مش لازم تفهم إيه الميكانيزمات أو إزاي، ولكن اكتب أهدافك بوضوح. لو ما كتبتش أهدافك غالباً السنة الجاية هنعمل فيديو 2025 وانت قاعد على نفس الكنبة وبتشرب في نفس المج. اكتب الأهداف عشان تتحقق. النقطة الثالثة والأهم، ليس عليك أن تنجح وليس عليك أن تصل للمكتوب. يا نهار أبيض، عمرنا ضاع. وقال ليس للإنسان إلا ما سعى، مطلوب في كل لحظة تسعى بما تملك في هذه اللحظة بكل قوتك طوال الوقت. صدقني لو ركزت في السعي النتائج هتبقى مذهلة. لو ركزت في السعي ربنا هيعطيك الكثير. احنا بنركز انا ما نجحتش ليه، انا البلد صعبة، انا ما عنديش امكانيات، انا ما حدش بيساعدني. انت بتركز على الظروف اللي انت متخيلها. ركز في السعي بما تملك. معاك جنيه اعمل مشروع بجنيه، هيبقوا 2، الاتنين يبقوا 4، ولغاية ما يبقى مليار. انما اتحرك بما تملك. انت مفروض فرض عليك تسعى بما تملك. اوعى تنتظر حاجة تجيلك زيادة، مش هيجيلك الزيادة إلا لما تستخدم الموجود. لو تعلقت بغير الموجود لن ترى ما تملك، فهتفضل مكانك 25 26. وقابلكوا 2039 يا فكري تاني، هنبتدي عام جديد سوا بنفس الكلبة والمج برضو. فلو سمحت اسعى، اعمل اللي عليك. عندك 90 سنة اسعى،
عندك 20 سنة اسعى، عندك 30 سنة اسعى، في الصومال أو في أمريكا اسعى. لو أنت سعيت صح هذا العام، صدقني العام الجاي هيبقى مختلف تماما. اعمل كل ما تستطيع فعله اليوم، سيؤتى إليك الغد بأفضل مما تتوقع. دول التلاتة في بونص عشان انتوا كملتوا معايا الحلقة، وانا عارف ان كلكم بتكملوا عائلة فكر تاني الجميلة. البونص: نظف محيطك. انا لو شلت الكنبة القديمة من السفرة او من قط السفرة، في كنبة جديدة هتيجي. لو بعت العربية القديمة، في عربية جديدة هتيجي. فكذلك الناس اللي حواليك، الناس اللي مش متصلين بيك طاقيا، الناس اللي مش فاهمينك، الناس اللي ما بيطلعوش احسن ما فيك، الناس اللي ما عندهمش احلام عظيمه. طبعا بقى واحد يطلع مراته، واحد يقطع صله بامه، هتودونا في داهيه. بتكلم في علاقات والصداقات والعمل والجيران والكلام، مش الناس القريبه. الناس القريبه انت لو قائد هتحاول تغيرهم او تغير نفسك، فهم يتغيروا معاك، مش تسيبهم. اللي يسيب ده ضعيف يعني. مش هنخرج من الموضوع. مهم مهم دائرة الأصدقاء والمعارف واللي بتقعد معاهم بالليل، دول لو مش بياخدوك لقدام، اقطع العلاقة وفضي المكان عشان ييجوا ناس أكثر قيمة. الوقت اللي قاعد مع ناس بتشدك لتحت، بتنتقدك، لا ترى إلا أسوأ ما فيك، بترجعك خطوتين بعد ما تطلع خطوة لقدام، دول حمل تقيل وسلاسل حديد ربطك في الأرض. كل لما تعلى المستوى أعلى في المال أو في الوعي أو في الصحة، الناس اللي تحت مش هيعجبهم انت بتعمل ايه، هيلاقوك غريب، هيلاقوك ان انت مش زيهم. لو حسوا ان انت مش زيهم مش هيتغيروا، لان هم في مسار اقل او في يعني في مدار اخر غير مداراتك، فهيحاولوا انزل ارجع. يا عم سيبك من الاكل الصحي، يا عم كريم علي بوظ دماغكم، يا عم كلوا واشربوا ولا تسرفوا، يا عم ما انت كده كده هتموت في الاخر، الكلام الهلس اللي بنسمعه. اقطع علاقتك بمنتهى القوة. كل ما تتركه وتخسره لكي تكسب مكانه شيء أفضل، فهو مكسب 100%. عام 2024 عهد نفسك أني سوف أنظف محيطي. كل ما لا يخدم أهدافي، مش تكبر، ومش أنك بتتنك عليهم، ومش أن أنت خلاص اتغيرت. ما ينفعش نقعد وقتي أثمن من أن أنا أضيعه في الناس اللي بتنتقد بس، الناس اللي ما عندهاش أحلام، الناس اللي ما بتزقنيش لقدام، الناس اللي عاوزاني أرجع، الناس اللي عايزاني أقعد جنبهم. فضوا المحيط عشان يجي ما هو أفضل. نصيحة مخلصة بونص في أول السنة الجديدة من فضلكم: أنتم مسؤولون عن أرواحكم، مسؤولون عن حماية الطريق، مسؤولون عن تحقيق الهدف. فكونوا حراس أحلامكم، وإن شاء الله نتقابل آخر 2024 في مكان مادي ومالي غير، في علاقات أفضل، في صحة أفضل، في مدار وعي أفضل. كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة العام الجديد اللي قرب. وفي الآخر: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. سلام عليكم في حفظ الله.